الله يجزاكم بخير. واحد السيد جاري عنده 80 سنه في العمر، مريض بالقلب، فات منه مشى لمحمد السادس، دار واحد 3 ساعه لوقفاش، عاد مشى عند الطبيب ديالو في مراكش، دار له ثاني الكونترول، عطاه تحيات يجيبهم، جاب لي التحيات، قال لي خصك ترجع لمحمد السادس، واني خصك مشى عندهم، قال جيبنا ورقه من الصويره، من الماء فين كتسكن. جينا عند الطبيب انا، قال لك لا عايش عندي الكلينيك، تبعوا معايا في الكلينيك. السيد هرب، مشى لحياته مسكين، ما عندوش باش يتابع، وان شاء الله دابا راه مسكين حاله خطيره، ناس البلاد هربوا بيها ماشي حتى هنايا. انا كنتمنى الله تبارك وتعالى يتحل هذا المشكل تاع بحال هذا الشيء هذا، كاين الناس كيجيو لهنا وكيردوهم. سيدة سابقا كنعرفوها في الحمام ديال هذا ديال الجمعيه الامينه، حدا تما في الحمام اللي كاين تما، حتى هي مريضه بالقلب، كتجي عندهم يوميا تعطيها ورقه باش تمشي للسادس، ما بيعتوهاش حتى توفات. قالوا لها جمعي الفلوس، جمعت الفلوس مسكينه 4 لمين، ما جات تكمل 4 لمين، تهدى الله مولا ما انا امنت. علاش بعيا هاد المراه هذه ما تعطيها الورقه، هي تمشي لمحمد السادس، طلب الله اجرها يقبلوها ولا يقول يلاه انك علاش خاطر انت تعطيه ورقه سيدي من الصباح نسير يردوك تما ولا يقبلوك، والله يهدي هاد الناس، هذا هو اللي كاين. السيده في الاخت ديالي كتسكن في دوار ولاد رحاليه، اسم ديالها امينه السيفر، جات من تما، عيط لها ديك الليله بالسبت بالضبط، ما بها حتى شي حاجه، عيط لها كي دايره لاباس، زوجت لها الوالده عادي في الليل، شدها الوجع، تزير على الوجع، جابها السيد ديالها، جابها الزوج ديالها، خرجه من الدار، عيط للامبيلونس، عيط لما جاوبو حتى حد، كي جابها في الكرويله، حاول باش يجيبها في الكرويله، على بعد 5 كيلومتر من جابها، ولات بلديه تلمست، يعني امام باب المستشفى المحلي، دخلت تما، ما جاوبها، ما لقات حتى شي واحد، لقات الحارس الليلي، عيط للطبيبه، قالت لهم بهذا الاسلوب، ما جاوب، عيط للماجور، ما جاوبهمش اصلا، بالنمره ديال الخدمه طافيه، النمره ديالو هو مبلوكيها ما خداماش، عيط مثلا، عيط للطبيبه، قال لها انك بحاولي باش انك تدخلي، السيده كتغوت كتقول لي معتقوني، الطبيبه قالت لهم ديال الصويره بهذا الاسلوب، خرج واحد الراجل ما عرفناش بالضبط شكون هو بالضبط، لقى السيد الزوج ديال السيده الاخت ديالي، قال لي بانه هاد السيده راه الله يرحم الوالدين عتقها ولا تقول لها شي برا ولا شي حاجه، قال لي انا ماشي غير انا غير السيد، عيط لمول لابيلانس، المهم عيط لمول لابيلانس دخل المؤازره ديالها، هزها لا ديكرونونس ديال الطبيبه لا شي حاجه، في نفس الوقت جلست ساعه تقريبا وهي كتنزف، والوليه ديالها شاده واحد السيده جات معها مؤازره ليها، من بعد جا مول لابيلانس ما هز لا ورقه لا ديكراسيون ولا حتى شي حاجه، شان الانستالاسيون قال لي تعطوني 150 درهم باش غنديكم في الانستالاسيون، قال لي غير عندي 100 درهم تعطل بيتو بسبب الاهمال بنص ساعه، ملي وصلنا لدوار العرب السيده توفات، الاخت ديالي توفات، جبناها هنا عندنا لحد الان راه عندها 5 الوليدات بالرضاع ديالها، عندها جبنيات وعندها جوج دراري، وكنتمنى وشكايه لحد الان صيفطنا شكايه للمحكمه الابتدائيه بالصويره، لكن لحد الان 3 شهور قلنا تبي تخرب 4 شهور دابا ما وصلنا لا تحقيق لا بحتى عند الدارك ولا هنا عند البوليس ولا حتى شي حاجه، كنتمناو يفتحوا تحقيق في هذه النزيله هذه، وكنتمناو من الله تبارك وتعالى يغفر لها ويرحمها، وهذا الشيء اللي كان، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.